نسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تصوروا إن مش بيتأثر بالقرآن البشر بس، تصور إن الحيوان بيتأثر بالقرآن. كان في زمان كده حد بعت لي فيديو كده على صفحة الشيخ أحمد الصباغ على الفيس، وبعدين لقيت الفيديو جايبين أعزكم الله خروف وبعدين بيذبحوه، والخروف قوي شديد يعني صحته جامدة، يعني يمسكوا رجله اللي قدام يسيب اللي ورا، ينيموه يقوم، يربطوا رجليه يعض اللي عايز يمسكه. فبعض الناس المشايخ أشاروا عليهم وقال يا جماعة اقرأوا جنبه قرآن كده وسمم، فمسكوا الخروف اللي كان مكسر الدنيا وقالوا عليه إيه؟ بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، فاستسلم الخروف استسلام غير عادي بتأثره بالقرآن والذكر وتأثره بالتكبير بسم الله الله أكبر. وطبعا عندنا واحد صحابي كبير أبو يحيى، أبو يحيى مين؟ أسيد ابن الحضير. أسيد ابن الحضير ده رضي الله عنه كان صوته بالقرآن جميل جدا، وكان يقعد طول الليل يقرأ قرآن، وكان عنده حظيرة أو أعزكم الله مكان بتاع خيول اللي هو بيقول عليه ستابل، يعني عنده مكان أو مزرعة خيول حصنة أعزكم الله، وعنده ولد صغير اسمه يحيى. فسيدنا أسيد بن حضير بيقول أبو يحيى ده اسمه أبو يحيى لأن ابنه اسمه يحيى، فبيقول جلست في ليلة من الليالي أقرأ القرآن، فتحت كده وكنت أقرأ سورة الكهف. قال فجعل الفرس الخيل اللي واقف ده يجول ويصول ويتحرك ويطلع وينزل، ما هو مربوط بقى، وصوته ويهيص ويجري بتاعه ومتأثر تأثر غير عادي الحصان. قال فلفت نظري فسكت الفرس، وقفت عاد إلى طبيعته. قال فبدأت أقرأ فعاد يصول ويجول ويتحرك ويتنطط ويطلع وينزل، فسكت. قال فنظرت إلى أعلى الفرس، بصيت فوق كده، فإذا نور مدلى من السماء أعزكم الله مثل النجوم، نجوم كده ونور مدلى من السماء قريب قوي، شافوا سيدنا أسيد. قال سيدنا أسيد فما خفت من شيء إلا قلقي على ولدي يحيى، خايف إن الفرس تدوس أو تطأ ابن يحيى. قال فأسرعت إلى حبيبي، من حبيبه؟ حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه الحبيب قلبك يطيب. قال فاشتكيت إليه يا رسول الله الخير، قال له كل ما أقرأ القرآن الفرس يقعد يتنطط ويطلع وينزل، أسكت يسكت، ورأيت نورا مدلى من السماء كده منور الدنيا كلها رغم إن إحنا كان الجو ليل والدنيا مظلمة جامد يعني، وخفت على ابني. فسيدنا النبي قال له اقرأ كده يا أبا يحيى، حبيبي يا رسول الله اقرأ كده. فجي سيدنا أسيد أبو يحيى بدأ يقرأ والرسول يسمع، فسيدنا النبي قال له أبشر يا أسيد يا أبا يحيى، نعم يا رسول الله، قال له أبشر، فإن الملائكة، هذا النور ملائكة نزلت تستمع إلى صوتك وأنت تقرأ القرآن. يا الله يا أسيد، ده النبي اللي بيقول وما ينطق عن الهوى، قال له ده الملائكة نزلت مخصوص من السماء علشان تستمع إلى صوتك وأنت تقرأ القرآن، ولو استمررت أو لو ظللت تقرأ القرآن حتى الصباح لظلت الملائكة واقفة وجعل الناس ينظرون إليها في صباح اليوم التالي. الملائكة نفسهم تأثروا، أما ليه؟ نزلوا يسمعوا طبعا. طب وإيه كمان؟ والفرس نفسها مش قادرة، مش متحملة القرآن ولا متحملة النور اللي نازل من السماء، ملائكة. ما هو سيدنا النبي قال كده، قال ما اجتمع قوم، شوف التأثر اهو، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي مسجد، يتلون كتاب الله قرآنه ويتدارسونه فيما بينهم خير إلا حفتهم الملائكة. ملائكة تحفهم، يعني إيه تحفهم الملائكة؟ الملائكة لما يقفوا جنب بعض وفوق بعض كده يقوم الأجنحة بتاعتهم تبقى يعني عاشق في معشوق كده عزكم الله، فتعمل صوت زي صوت ورق الشجر، وصوت ورق الشجر اسمه حفيف، فسمي تحفهم الملائكة عشان الجنيحة تبقى على بعضها كده زي ورق الشجر عزكم الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، الله أكبر، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. إيه رأيكم بقى؟ يا ريت نقرأ القرآن بهذه الطريقة،
بهذا المفهوم. ما احنا عندنا مثلا في القرآن أعدل آية في القرآن ألف عين دال لام، أعدل آية قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دي أعدل آية. طب أرجى آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب أخوف آية تخوف قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.